سلامونه ملګرو پودریانو مختلف قسم نخری او لوب خوبم لیدلی خواله د پودری د خلی تلاوت او غم دومره په خيسته او انداز باندې دومره خيسته واز الله ورکړي دغه پودری ته نو تاسو را سره د پودری دغه تلاوت وګورئ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم.